لطيفة له هزتني وسمعت أحد المشايخ يقولها وأنا قرأتها في كنز العمال، وهي تثبت لك فراسة عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، أسأل الله يجمعنا في جنات النعيم. معاوية بن أبي سفيان هو والي له، يعني أمير يراجعه خليفة المسلمين عمر. وأبو سفيان تعرف المسلمة الفتح أسلم متأخر ويحب المال رضي الله عنه، ويحب حتى يقول صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأخذ فرصة أبو سفيان راح من المدينة لمعاوية، لأن معاوية يعطيه فلوس ومال، ومعاوية كريم وسخي ويجمع المال. فذهب إليه فأعطاه أموال في طبعا في حقائب وفي أكياس وهدايا، وذهب رضي الله عنه فأعطى أبوه طب بيروح المدينة. عرف عمر رضي الله عنه وأرضاه بالخبر، وعرف أن أبو سفيان بيروح عند معاوية، بيبغى يحاسب هذا ويحاسب ذاك، وائل للي بيحيد عن عمر. فذهب ثم أتى يسلم عليه، فخلع أبو سفيان لباسه اللي أعطاه ابنه، لباس الإمارة ولباس من الديباج وأشياء. فأرسل عمر رضي الله عنه قال علي بأبو سفيان يأتيني الآن. فأتى أبو سفيان بلباس السفر، لباس لبسه وكذا مبعثر يعني، ودخل بعصا عنده. فأرسل عمر خدما من عنده ثلاثة قال اذهبوا إلى بيتي لأن الرواحل تنزل الآن، تعالوا بالرواحل ولا يدري بها، ودخلوها من خلف البيت. وأبو سفيان ظن أنه خلاص بيصل، هو بيعلم بالخبر. وفي أثناء ما أبو سفيان جالس مع عمر، وإذا الخدم والحشم ينزلون الرواحل والأكياس المال وراء في الغرفة الثانية. قال عمر ما خبركم؟ قال ذهبت إلى معاوية. قال أحقاك معاوية شيء؟ قال ماذا يعطيني يا أمير المؤمنين؟ المال مال الله، في خزائن الله وأنت أمير المؤمنين. قال خيرا. ولا أعطاك شيء؟ ما نفحك بشيء؟ قال لا، هو هذا ثياب سفري وهذا عصاي، خاف من عمر، الجن يخافون من عمر فاروق الإسلام. قال علي بالأكياس، يقول إلا والله أن أكياس أبو سفيان اللي جابه هو نفسه. قال ولا أعطاك شيء؟ قال إيه؟ قال طلع أخرج. فأخرج وفكوا الأكياس، وإذا فيها من ضمن هدايا، وإذا فيها قيد لهرقل العظيم الروم، كان في دمشق اللي فيها معاوية كان يقيد بها الناس. قال قيدوا أول. قال أنا وقائد، ترى قائد المشركين تعرف في أحد. قال تقيد. فقيدوه بيده وقيدوه. قال والله ما تطلق هذا حتى تقسم لي بالله ما ترك درهم ولا دينار، فأقسم لأن هذه الموجودة. قال هذا ابنك سرق المال في الشام وتسرقه أنت هنا، والله أنه البيت مال المسلمين. فأطلق القيد وهذا ثابت، ومن شاء منكم فليعود إلى كنز العمال، غفر الله للجميع. قول أحسن الله عليكم، سمعت بعضهم يذكر رواية نسبها لكنز العمال وقال إنها ثابتة، يقول أن عمر رضي الله عنه قال لأبي سفيان ابنك يسرق بالشام وأنت تسرقها هنا، وبعد البحث لم نجد هذه القصة تثبت ولم نجدها في كنز العمال. فما هذه في كنز الشيعة، هذه في كنز الشيعة ما هي كنز العمال. نعم. معاوية صحابي جليل، أول ملوك الإسلام، من أفضل ملوك الإسلام، خيرهم إمام من أئمة الإسلام، أجمع المسلمون على إمامته وخلافته، وأنه صحابي جليل كاتب الوحي وخال المؤمنين من خيار المسلمين وإمة. قال بعضهم لو أدركتم زمن معاوية قلتم هذا زمن المهدي. رجل فاضل مجاهد سبيل الله، صحابي جليل، آمر بالمعروف نهي عن المنكر، ما يسب إلا منافق، إلا منافق رافضي خبيث، ما يسب أحد في قلب إيمان. صاحب رسول الله، صلى وراء رسول الله، وصاحب رسول الله وكتب وحينا، ما يرضى بسبه، ما يسب إلا منافق خبيث.